يستعد عبد الله دومان أو عبودي كما يحب أن ينادوه للذهاب إلى حي من أحياء مدينة تريم بحضرموت التي ختمت القرآن خلال الشهر الفضيل لتقديم فقراته المضحكة للأطفال بطريقة فكاهية تتطلب القيام بحركات معينة بعد أن يكون قد ارتدى ملابس المهرجين إضافة إلى رسم وصبغ وجهه بالألوان المائية التي تضيف نوعا من الدهشة والمرح لدى الأطفال. الآن بعد دقائق بخرج إلى عند الأطفال و نقوم بالختام ونردد الأهازيج الشعبية وفرحة الأطفال في هذا اليوم السعيد في هذه الليلة المباركة. مهمة عبد الله الآن هي دق الطبل وترديد مجموعة من الأهازيج الشعبية القديمة بصحبة جمع كبير من الأطفال حتى يصل إلى المكان التي تتم فيه توزيع الحلوى، حيث يقدمها كبار السن والميسورون في أجواء فرائحية مفعمة بالسرور. وهناك أهازيج طبعا نرددها كما شفتوا الآن، ومن ضمنها مثلا هاتوا من فوق السطوح، هاتوا من فوق السطوح، هاتوا من فوق السطوح، هاتوا الختام الجديد. تعد الختومات أبرز طقوس شهر رمضان في حضرموت، كما تبقى موسما لإحياء التراث والرقصات الشعبية والفلكلورية، إذ يحرص الأهالي على إحياء هذه المناسبة كونها تمثل لهم فرصة لالتقاء الأقارب والأصدقاء. كما تبرز الختومات أو ختم قراءة القرآن شغف الأطفال بهذه المسابقة المتوارثة في حضرموت، حيث تكشف تنوع العادات والتقاليد الغنية بالموروث الشعبي. مهمة عبودي دومان لم تنتهي بعد، فهو متواجد طيلة شهر رمضان المبارك في ختومات مساجد مدينة تريم وضواحيها. حدا مساعد، قناة بلقيس من مدينة تريم في حضرموت.